زور، انا زور رشيد. مرحبا عيش. عزيزتي نرمي في الدوار. انا زور رشيد. تبارك الله، انت في الصيحه التخاتري من الجنوب الشرقي، مدينه حصان الموسيقى الشباب خدي كربغي، مدينه ديال التكاويه. بسم الله الرحمن الرحيم. نرمي في الدوار. ارسلي ميرا الطاقم اللي حاضر ندير مع سنتين ديال الميت. ارسلي ميرا سي رشيد انا سالي مدينه ديال حضر الوردة. بالنسبة للموسيقى السوديست مؤخرا تنال الإقبال، يولي لي الصدى يور الشباب أنه الحماسيين باش هاد المسؤولون يتبرات باش هاد السين هاد البدعة اللي كان ستيل يانا أمينو يانا جديد. رغم الأسف ومدينة المعايير الموسيقية إلا أنهم استطعن باش أدخلقني يانا ستيل يانا سوفيزيون لي جيتار لي باص. إوا تنسمي البعرة، إوا عندنا الإحتكاك دينا النقاش دينا وانا غير الشباب دت في الشارع عندنا نوزوان غير السن باش هاد الفرونسيت لو بوت باش نقولوا لنا الهدف ديال الموسيقى تزيد تطور لنا المستقبل إن شاء الله. نعم تبارك الله غير في السن، تبارك غير في الشوتشي. خصني سينا نقرب شوي زي رشيد الميكرو غختيني دغيش. رشيد أصلا السن المعلم ديالو من 2006 والحمد لله دابا وصلنا أربعة جيل البوم حاليا حنا عندنا جاتا وحنا خدامين على الرابع ان شاء الله. ونالت واحد الاقبال خصوصا على الصعيد الجهوي، وكنتمنى ان شاء الله يكون عندنا الاقبال على الصعيد الوطني ولما لا على الصعيد الجاليه المغربيه حيت هما كيحبوا هذا الستيل ديالنا ديال السوفينيو. نعم اذا انت في ستيلات شياتي اختار ديس شوية تاثر زي الموسيقى الجزائريه. دايت لي يعني ممكن تاثير بالنسبه لانه انا تاثير المجموعات الغنائيه الجزائريه اللي يعني محل احتكاك زون داي دير مقران زون دا واحد لي زارتيست ناريز وان سطومين غورس ديال الاقدميه غورس ديال الصدى الى بوبليك تنتشر من بارك. نعم انا زور رشيد انس تغرج دعايات الشباب الموسيقى الجنوب الشرقي تأثرت الجيتار الموسيقى.